نتكلم اليوم في مرشي العريوة. مرشي كلها الأسواق، مرشي العريوة أحسن أسواق معنا احنا في المرشي. والبطاطا قديش؟ بطاطا جديدة بلفين ما تم بدينا، والبصل ب 1200، والفلفل مسعر ب 3750 ب 3500. فما قبيل قاعدين يشريوا الناس؟ يشريوا مرشي، نحن معروف هذا مرشي سوام وكلها باهي ورخيصة، يجيوه بالذمة معناها، حتى الغالة رخيصة. هاول منين جيت؟ يعني من سهلول. من سهلول؟ نورمالمون عندكم مرشيات غالية. هنا خير. جيت تقضي من هون؟ نجي نقضي من هون، كل حد نقضي من هون. السوق هذايا في العادة أسوامه معروفة؟ معروفة حتى من قبل، معروف سوق العراوي معروف. مرشي الزوال هذه مثلا هنا تلقاها بدينار، تمشي للمرشي الآخر تلقاها ب 2000، تو فلفل تلقاها ب 3000، تلقاها غادي ب 4000. قداش يلزمك باش تعبي قفتك لهنا؟ إذا كان باش تاخذ غلة وباش تاخذ دجاج مثال ولا حوت واحد في الزون تاع 60 تفك الزون هذيك. طماطم 850. لا لا لا، مرة الفوق مرة اللوطة طماطم، مرة بدينار مرة 850، كل مرة وسوم. نقصت برابور عام برابور الجمعة الفاتت؟ نقص نقص. مازال مرشي العريوة لهنا نتاع زويولة؟ هاي هاي. مازالت الأسواق في متناول الزوالي معناها؟ تنجم تقول، فهمتني، أرخص واحد يعني هنا في المرشي العريوة. كي تقارن مرشي اخر العطاره في الحم، فرق بعيد برشا، فرق بعيد. اظن خليط البصل تو انا فهمني، مثلا في مرشيات اخرين في وادي دوب فهمت، تواتي مرات سنه قليله يطلع شويه، اما الاغلبيه مثلا نجي نهار نحد ما قديتش، نجم نرجع ثلاثه درهم نلقى راحه فهمني. منين جيت انت تقديم من سهلول؟ من سهلول. وعندكم مرشيات وعندكم غادي ولا؟ عندنا عندنا. علاش تقديم لهنا من العريوة؟ فرق كبير في السوم. خاطر السوم والكاليتي؟ الكاليتي فما كل شيء، فما الكاليتي ليكس فما الكاليتي متوسطة فهمني. علاش متعبي قفتك بسوم معقول مثلا؟ أقدر معقول مش معقول، بالنسبة لي فما فرق، فرق بيننا هنا وبلاصة أخرى فهمتني، فرق فرق كبير فهمني. قداش يلزمك فلوس باش تعبي قفتك هون مثلا؟ ملي كل ماني كيفاش راه، ما مثلا اليوم خديت حوايج نقصتني فهمتني، خديت الخضرة برك الغلة عندي خديت من وسط الجمعة فهمتني، خديت كل الخضرة مثلا السنارة خديت انا هنا ب 1100، في الحومة ب 2000 فهمتني، فرق ولا؟ والجودة مقبولة ولا؟ هي نفسها. هي كيف؟ اي فهمني كيف كيف الحوز هذا كيف كيف، معناها فرق كبير في الاسماء. وين جيت انت مدام؟ جيت من بوحسينه. بوحسينه عندكم نورمالمون مرشيات، علاش تقضي من هون؟ والله ديما ديما المرشي هذايا ارفق، ديما ديما قد ما تبعد على سونتر فيل قد ما يكون اغلى شوي. نورمالمون عندنا سوق لحد زاده، اما سوق لحد اكتظاظ برشا اليوم، خيرت نجيل وديما الاسعار لنا ارفق. مازال مرشي العريوه الاسوام نتاعو في متناول الزوالي مثلا؟ مثلا هي بطبيعه اخي، هو مش يقعد ماهوش مش يزيد، ماهوش مش يزيد كما الناس الكل، اما كومم ديما تلقى الشواء الكل، كي تنجم تشري على قد مصروفك، تنجم تشري حاجه تشتهيها عينك، ما تنجمش تحبش ما تحبش زاد ما تنجمش، مش ما تحبش ما تقدرش ما تقدرش. المرشي هذا معروف على فئه معينه نتاع زوي ولا ناس على قدهم كل ذري ولات ناس كل تجي؟ لا لا لا، جميع الفئات تجي لنا، كل موظف كل عامل يومي كل 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 الناس الكل تلقى المتناول نتاعها معناها عادي عادي. عملت دورة على سويمة؟ هاني عملت دورة والله، في حتى في اللونتري باهي باهي، فما توصل تمر، ما نقولوش دقلة خاطر دقلة حاجة، تمر على 2500 معناها الإنسان ينجم يشري، نجم يشري 2000 ما أكثرش، ما أكثرش من 2500 تمر. أوكي. باش تاخذ أنت اليوم؟ والله عندي شوية في الفريجيدير باش جايبة 30 دينار باش نشري بهم شوية شوية، تنوش شوية شوية لآخر الجمعة.
معناها يكملوا لك معناها يكملوا لي. نعرفوا انه مرشي العريوه فئه من مرفق وفي فما فئه من معينه من الناس قاعده تجي، لكن لاحظنا انه فما فئات الكل ولا تجي فئات الكل تجي المرشي العريوه خاطر هو مرشي شعب، فهمتني؟ وما عادش توا الطبقات قربت لبعضها، ما عادش فما فئه لوطه وفئه الفوق، توا بريسك الناس الكل سواسيه والحمد لله على كل حال. مازال يعني الاسواق نتاعو في متناول خير من برشا بلاص. اما حاجه برك هنا تاخو حاجه مثلا رخيصه شويه تروح بها للدار تلقاها ماشي هي، هذيك المشكله نتاعو. الجوده ساعات تروح للدار تلقى الجوده ماشي هي، وساعات تصدف لاباس، اما اون جينيرال الحمد لله خير من برشا بلاص. قضيت ولا اخذي شويه حوت خاطر الحوت مرفق، اما لازم البشر يعرف اللي ولد حوت ياخذ حوت من هنا، فهمتني؟ وهو مش ياخذ شويه خضره، فما طماطم رخيصه اليوم، فلفل غالي بطبيعته مش وقته، فهمتني؟ ثم كليمونتين ما شاء الله، وشويه بصل لاباس الحمد لله، اون جينيرال لاباس. يعني لهنا المواطن ينجم يعبي قفته مرتاح خلينا نقول؟ ينجم يعبي قفته، ينجم يعبي قفته لاباس الحمد لله. اذا كان مازال ينجم القفت. علاش ما ينجمش؟ خاطر الظروف اللي الحاليه معناتها قاسيه برشا كل صراحه، تعب فهمتني؟ معناتها مونطالمون ولا كي يخرج من الدار ماهوش حاضر شنو فما في الشارع، فهمتني؟ ما يعرفش شنو يستنى. اي ما يعرفش شنو فما لبرا، فهمتني؟ خاطر باش يتفاجئ برشا حاجات بشويه بشويه، توا ولا خذا الريتم صحيح تعود بها، فهمتني؟ ومالغري معناتها كل شيء مفقود صراحه. نحكيو شويه على الخضره على الفلفل والطماطم، الاسوام اللي نشوفوا فيها هذيك هي حقيقيه ولا لا؟ لا ولا جوست الكاميرا؟ امبوسيبل، لا امبوسيبل. اذا كان انت نعرفش يعني ترجع شويه التالي نعرفش، احنا في توا في الشتاء، الشتاء نورمالمون معناتها كل شيء موجود، خضره موجوده صحيح ولا؟ ماهيش باش تلقى مثال نعرفش يعني كيلو بروكلي ب 2000 ماهيش لوجيك بالكل. مرشي العريوه لهنا معروف على فئه معينه من التوانسه، الناس القلال خلينا نقولوا، اما حسب ما لاحظنا يظهر لي ولات كل الفئات ولا؟ لا 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 فماش هذه قبل كانت صحيح، تو ما عادش خاطر معناتها تو الناس الكل تخدم بالتليفون، واضح؟ انت في مرشا العريوه تسال على سوق الحد الحاجه كذاب قداش، تخدم الناس الكل، اعطيني واحد فيهم اي بياع لهنا، انا نحب مره كي ندخل مرشي نلقى مراقب تاع اسعارك يطالب في كيتونس نتاع واحد، هذه امبوسيبل ما تشوفهاش صح. ما تجيش رقابه لهنا معناها؟ فماش يعني نعرفش نعرفش نادي لي اي مواطن لهنا نقول له جا مراقب لهنا، ما فماش، ونقول لك بارتو زاد في كامل الجمهوريه، مش كامل العريوه راه في كامل الجمهوريه. دونك هو باش يلقى ليبرتي باش يبيع كيما يحب هو. انت قضيت ولا مازلت توا؟ اني انا مازلت نعمل في دوره. تو شو باش نعمل؟ قداش ميزانيتك تقريبا باش ياخذ قفه نتاعك؟ قفه انت تحكي معناتها بلغه الزواوله معناتها الزواليه، قفه من الخضره 20 دينار. 20 دينار تعبي قفه؟ خضره للحم لحوت، الحوت ولا يتصور معاه. مرشي العريوه لهنا مازالت الاسواق نتاعو في متناول الزوالي ولا لا؟ والله به معقول سوام معقوله، واحد كل الزوالي يعني يعبي قفته ويروحوا لاباس، فهمتني؟ تحسنت البنات تحسنت ولا تحسنت خير من قبل، فهمتني؟ مع السراق يتشدوا وكذا وقعدوا كله، فهمتني؟ الامور واضحه بحول الله لاباس. فما اقبال على الخضار الورقيه؟ باهي وقايد جاري عاد. ايوه باهي يا سوام والله باهي موجوده والخير موجود والله. معلم ترى ربي يرحمنا واعد وكله فهمني لاباس بحول الله لاباس. نبداو من الغادي بالكل الاسواق، معطيني البصل واللي بعده. البصل بالنسبه للبصل ها هو سوم، وين البصل يا يونس؟ يا يونس سوم البصل وينه؟ قداش البصل يا يونس؟ 980 سم الناري ب 1100 فهمني، اللفت كيف بتراف 3000 سلق ومعدنوس فهمني يعني 3 بدينار موجود خيرات فهمني يعني. الخس هذه ب 1200 وب 1300 باهي معقوله يعني. يروح القاعة كيلو ب 2000 كيلو ب 2000 فهمني باهي باهي يا سوين باهي يعني. البرجي يتكلف بدينار 900 ب 800 يعني فرض لما عند ربي. والخرشف الخرشف هذاك 1500 باهي باهي. فما اقبال قاعدين
يشري العباد ما شاء الله تشري العباد فهمني يعني كان تجي انت العشيه تلقى السوام الكل نصب يعني فارغ اي شويه فيم جاري لهنا قداش يتكلف حاجه معروف والله يتكلف يتكلف 7000 8000 به جاري اي جاري مو يحطوا الكركاس ياخذوا دجاج بصفه عامه يعني عملت لك الكل بحمص ومعطاه ربي فهمني عندنا المرشين صلى على النبي زاد طبيخه فهمني يعني باهي باهي خيرات متحرك السوق ولا متحرك ما شاء الله هكا تشوف العباد